المجلس السيادي بالسودان يعتمد قائمة المرشحين للحكومة وترقب الإعلان رسميا عنها اليوم. جونسون يتخلى عن عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية وطالبان تعلن مسؤوليتها. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية من التطورات في السودان. مهمتنا حماية الناس، مهمتنا حماية أي ثورة سلمية. اعتمد المجلس السيادي في السودان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة السودانية الخرطوم، قال المتحدث باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان إن الحكومة ستعلن رسميا اليوم، وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء قد توافق على ثلاث وزارات تسببت الخلافات حولها في تأجيل إعلان الحكومة. أعربت الصين عن ثقتها في قدرة الحكومة السودانية الجديدة في قيادة البلاد نحو تحقيق التنمية والسلام والاستقرار. جاء ذلك في تصريحات للسفير الصيني بالخرطوم عقب لقائه رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث أوضح السفير أن اللقاء تناول سبل تقوية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة وتقوية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. يزور غدا الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة ملفات التعاون مع أوروبا والعلاقات الثنائية. ومن المقرر أن يبحث لودريان التعاون مع الخرطوم اقتصاديا عبر مجموعة أصدقاء السودان التي شكلتها دول أوروبية مؤخرا، كما سيبحث قضية إعفاء ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 51 مليار دولار إلى جانب دعم الحكومة الجديدة. لليوم الرابع تتوصل في تونس الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف الشهر الجاري. ومن المقرر بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية استمرار الحملات الانتخابية ل26 مرشحا تقرر خوضهم السباق الرئاسي في الداخل التونسي حتى يوم 13 من سبتمبر الجاري. أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص بعثة تضم 28 عضوا لمراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس. وذكر بيان لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي أن المراقبين تم نشرهم في جميع الولايات وسيعملون على المدى الطويل حتى نهاية الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتكرر في الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل. أكد رئيس أركان الجيش الجزائري فريق أحمد قايد صالح أن الوضع في بلاده لا يحتمل المزيد من التأخير بخصوص الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة إجرائها في أقرب وقت. كما أضاف صالح أن بعض الأحزاب السياسية ما زالت تطالب بالحوار بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية،
كما أكد أن التمسك بالدستور الجزائري هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها. عثرت وحدات الجيش السوري خلال تمشيطها لبلدة اللطامنة بريف حماء الشمالي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في أحد الأوكار الإرهابية. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر ميداني أن الأسلحة التي تم اكتشافها تشمل مدافع هاون والعديد من الصواريخ والقذائف التي كانت الجماعات الإرهابية المسلحة تستخدمها في الاعتداء على البلدات والقرى الآمنة المتاخمة لمناطق انتشارها. بحث رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غراسيموف مع نظيره الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورت الوضع في سوريا، وذكر بيان للدفاع الروسية أن الجانبين اتفقا هاتفيا على زيادة التنسيق بين غرفة العمليات الروسية والتحالف الدولي لمنع وقوع حوادث أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. وثقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي مقتل أكثر من 1000 مدني في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأضافت باشلي أن 1031 من القتلى لقوا مصرعهم خلال الغارات الجوية في محافظتي إدلب وحماة. أعلن مسؤول في الحكومة اليمنية بدء محادثات غير مباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة. من جانبه أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن تطلعه إلى نجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي طالب قرقاش بضرورة وحدة الصف اليمني وبذل الجهود لمحاربة قوات الحوثي، موجها الشكر للسعودية على قيادتها الحكيمة للتحالف العربي سياسيا وعسكريا. هذا وتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني وبدعم من قوات التحالف العربي من تحرير عدد من المواقع في مديرية باقم شرقي محافظة صعدة. وقالت مصادر يمنية إن العملية التي قامت بها قوات الجيش اليمني أسفرت عن إصابة العشرات من عناصر قوات الحوثي. تتواصل الإنجازات الميدانية لوحدات الجيش الوطني اليمني ضد القوات الحوثية في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها قوات الحوثي. وفي هذا الصدد نفذت وحدات من الجيش اليمني عمليات عسكرية ضد قوات الحوثي بمحافظة حجة، حيث تمكنت من تحرير عدد من المواقع بالقرب من مدينة حرض. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني يواصل حصار مدينة حرض تمهيدا لتحريرها من سيطرة القوات الحوثية، مشيرة إلى أن القوات تعمل حاليا على تأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام الموجودة في المنطقة. وفي ذات السياق أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الجيش الوطني يحرز تقدما نوعيا في جبهة حرض بوصوله المثلث الواقع على مشارف المدينة، لافتا إلى أن تطهير المدينة من باقي جيوب القوات الحوثية بات مسألة وقت. وفي جنوب اليمن وتحديدا في محافظة الضالع تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط محاولات تسلل لقوات الحوثي، وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد للقوات الحوثية.
من جانب آخر، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها القوات الحوثية من محافظة عمران باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف العربي ترك المالكي إن محاولات إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشيرا إلى أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. تؤدي الحكومة الإيطالية الجديدة الآن برئاسة جوزيبي كونتي اليمين الدستورية لتطوي صفحة أزمة سياسية استمرت قرابة الشهر. وأعلن كونتي أن لوتشيانا لامورغيزي سوف تتولى حقيبة الداخلية، تخلف بذلك زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، كما يصبح زعيم حزب حركة خمس نجوم لويجي دي مايو وزيرا للخارجية، وروبرتو غوالتيري من الحزب الديمقراطي وزيرا للاقتصاد. Il dottor Giuseppe Provenzano, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie Presidente. L'onorevole Vincenzo Spadafora, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. قال حزب العمال المعارض في بريطانيا إن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهد بعدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وذكرت الكتلة البرلمانية للحزب أن الحكومة لن تعرقل مناقشة النص في مجلس اللوردات قبل تحويله إلى مجلس العموم يوم الاثنين المقبل. وأكد حزب العمال أنه لن يسمح بتكبيد بريطانيا خسائر تصل ل 50 مليار دولار إذا تم تطبيق البريكزيت بلا اتفاق. خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصويتا حاسما داخل مجلس العموم يسمح له بالخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، كما رفض المجلس مقترحا بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، وألزم جونسون بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 19 من أكتوبر أو تأجيل بريكزيت. المزيد في التقرير التالي. جلسة عاصفة تحت قبة مجلس العموم البريطاني شهد سجالا مطولا استمر لساعات طويلة لم ينجح خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض رؤيته، بل كانت النتيجة هي تمرير مشروع قرار يطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. مشروع القانون الذي أيده 329 نائبا مقابل رفض 300 ينص على منح مهلة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتوصل إلى اتفاق قبل 19 من شهر أكتوبر المقبل أو إقناع أعضاء مجلس العموم بخيار الخروج بلا اتفاق قبل التاريخ نفسه، وإما سيلجأ مجلس العموم إلى تأجيل بريكزيت لما بعد التاريخ المقرر في 31 من أكتوبر. من جهته رفض جونسون مشروع القرار
مطالبا مجلس العموم بإجراء تصويت على حل نفسه واللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 15 من شهر أكتوبر المقبل. إذا كان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن قادرا على قبول التحدي، هل سيسمح للشعب بالتعبير عن رأيه؟ لندع الشعب يقرر ماذا يجب أن يفعل في موقف بلاده التفاوضي عبر انتخابات تشريعية في 15 من أكتوبر. ولم تمض ساعات قليلة حتى رفض مجلس العموم مقترح جونسون، خاصة بعدما خسر تأييد 21 نائبا من حزب المحافظين الذي ينتمي إليها. هذه الأحداث تتزامن مع ترقب المفوضية الأوروبية التي حذرت من زيادة مخاطر بريكزيت في ظل الوضع الإنساني الراهن وضيق الوقت، مؤكدة استعدادها لكل النتائج المحتملة وعدم الاستناد إلى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديدا ثالثا لموعد بريكزيت. معركة شرسة في بريطانيا يخوضها رئيس الوزراء ضد المعارضين للخروج من دون اتفاق، خاصة بعد الضربة الموجعة التي تلقاها بتصويت عدد من أعضاء حزب المحافظين ضد خطته، وحتى الساعة لا يبدو الحسم قريبا. قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا إن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل بشكل بناء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن مقترحاته بخصوص خروج لندن من الاتحاد، طالما كانت تلك المقترحات متناسبة مع اتفاق الانسحاب. وأشارت إلى أنه قد يكون هناك تحولات في التطورات السياسية في لندن، لأنها أكدت ثبات موقف الاتحاد بشأن بريكزيت. ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسلسلة العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد كيانات إيرانية، ووصف ظريف في تغريدة له وزارة الخزانة الأمريكية بأنها مأمور سجن وتمارس إرهابا اقتصاديا ضد كل من يختلف مع أفكارها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لتخفيف العقوبات هو الانصياع لأوامر إدارة ترامب بحسب تعبيره. أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 16 كيانا وعشرة أفراد ووضع 11 سفينة على قائمة سوداء. وقال الممثل الأمريكي الخاص بإيران براين هوك إن العقوبات تهدف إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد التي تمكنه من تمويل الإرهاب. هناك هدف لنا وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. الرئيس يود أن يرى حلا دبلوماسيا لهذه المشكلة ويساعد لو قابلت إيران دبلوماسيتنا بدبلوماسية مثيلة. الرئيس أوضح أننا لا نريد أن نرى نزاعا في الشرق الأوسط، ولكن سنكثف حملة الضغط القصوى لأن إيران علينا أن نحرمها من الدخل الذي يمول فيلق القدس. وكما أظهر التاريخ، الوسائل الأساسية لجلب إيران لطاولة المفاوضات هي هذه. الرئيس يريد أن يتفاوض على اتفاقية جديدة أفضل تتطرق لنطاق التهديدات التي تمثلها إيران، البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي، واحتجاز مواطنين أمريكيين. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المرحلة الثالثة من تقليص التزامات بلاده بالاتفاق النووي ستبدأ غدا الجمعة. وأوضح روحاني في كلمة تلفزيونية أن الخطوة تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي لتسريع تقصيب اليورانيوم، مشددا على أن بلاده ستتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح مواطنيها. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إن الأنشطة النووية السلمية لبلاده ستشهد تطورات كبرى، وأكد أن اتجاه إيران نحو الخطوة الثالثة لقفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي سيخلق جيلا جديدا من الأنشطة النووية الإيرانية.
هذا وطالبت فرنسا إيران بالامتثال إلى جميع بنود الاتفاق النووي وعدم انتهاكها. وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان أن باريس بذلت جهودا كبيرة لتهدئة التوترات، مشددة على أهمية عدم وجود عمل من طهران يبعث بإشارات سيئة، لأن ذلك قد يضر بجهود وقف التصعيد. أعلنت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم إن إيران أطلقت سراح 7 من إجمالي 23 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة. وكان الحرس والثوري الإيراني قد احتجز الناقلة التي تملكها شركة سويدية في 19 من يوليو الماضي في مضيق هرمز بزعم ارتكابها مخالفة بحرية. قتل 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول. وقال مسؤول إن الانفجار استهدف منطقة قريبة من السفارات الأجنبية والمباني الحكومية. هذا أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، مؤكدة أنه كان يستهدف مكاتب للأمن العام الأفغاني. أعرب رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون عن أمله في استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن. وفي كلمة له أشار لي ناك إلى أن نتائج تلك المحادثات ستؤثر على إحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، لافتا إلى أن بلاده سعت إلى تحقيق السلام بين الكوريتين عبر مشاريع عديدة، مثل إنشاء مكتب الاتصال المشترك وإجراء مسح أولي لإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية بين البلدين ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة. قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين والولايات المتحدة ستعقدان محادثات تجارية مطلع أكتوبر المقبل في العاصمة واشنطن. جاء ذلك أو هذا الإعلان في أعقاب اتصال بين نائب رئيس الوزراء الصيني والممثل التجاري الأمريكي ووزير الخزانة الأمريكي. وذكرت الوزارة أن فرقا تجارية من البلدين ستعقد مشاورات في منتصف سبتمبر، مضيفة أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات فعلية لتهيئة الأجواء لإجراء المحادثات. أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 70,000 شخص في جزر البهاما بحاجة لمساعدة فورية بسبب الأعصار المدمر دوريان الذي اجتاح الأرخبيل، مشيرة إلى أن الاحتياجات تشمل الغذاء، المياه، الخيام والأدوية. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن المنظمة الأممية حولت مبلغ مليون دولار من صندوقها المخصص للحالات الطارئة لتقديم مساعدات أولية للمنكوبين. لقي شخص مصرعه وأصيب 35 آخرون إثر اصطدام قطار سريع وشاحنة في مدينة يوكوهاما باليابان، ما أدى إلى اشتعال النار في الشاحنة وإخراج نصف القطار عن القضبان. وأظهرت لقطة مصورة دخانا أسود يتصاعد من أجزاء من القطار الذي خرج عن القضبان. يحتفل العالم في 5 سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للعمل الخيري، ويهدف إلى التوعية بالعمل الخيري وإتاحة منصة مشتركة للأعمال الخيرية حول العالم. المزيد في سياق العرض التالي.
إدارة منتدى الشباب العالم إنعقاد النسخة الثالثة من المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 من ديسمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، وفتحت إدارة المنتدى باب التسجيل للحضور. المزيد في التقرير التالي. للمرة الثالثة تعود مدينة شرم الشيخ لاحتضان منتدى شباب العالم تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسبق وأن استقبلت مدينة السلام فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار ابدع انطلق. في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2016، قبل أن تتوالى المؤتمرات الوطنية للشباب والتي بلغت خلال السنوات الماضية 7، آخرهما احتضنته العاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن يعود المحفل الشبابي مرة أخرى إلى شرم الشيخ مع دعوة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الإسماعيلية في أبريل 2017. الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم. أعلن بشكل رسمي ضم صوتي لصوت شباب مصر في دعوتهم لشباب العالم مشاركتهم في المؤتمر السنوي بمدينة شرم الشيخ. خلال نوفمبر 2017 انطلقت النسخة الأولى من المنتدى تحت شعار الجميع من أجل السلام والتنمية لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر، ولتشمل توصياته التي أعلنها الرئيس السيسي في ختامه تكليفا بعقد المنتدى سنويا. تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة بانعقاد المنتدى سنويا خلال شهر نوفمبر من كل عام بمدينة شرم الشيخ. ولتأتي النسخة الثانية للمنتدى التي عقدت العام الماضي بمشاركة أكثر من 5000 شاب من مختلف الثقافات ممثلين لمئة وستين دولة ليتناقشوا حول قضايا السلام والإبداع والتطوير، قبل الاحتفاء بعدد من النماذج الشبابية الناجحة التي سردت تجاربها أمام الحضور.
ويترقب العالم النسخة الثالثة للمنتدى المزمع انطلاقه خلال الفترة من 14 إلى 17 من ديسمبر 2019 لتتوجه من جديد أنظار شباب العالم إلى مدينة السلام بشرم الشيخ. نهاية النشرة وهذه تذكرة بأهم العناوين. المجلس السيادي بالسودان يعتمد قائمة المرشحين للحكومة وترقب الإعلان رسميا عنها اليوم. جونسون يتخلى عن عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقتل وجرح في تفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية وطالبان تعلن مسؤوليتها. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.